يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. يلا نتعلم. يلا نبدأ حلقتنا بسؤال، بتحلموا بإيه لولادكم كمان 20 30 سنة؟ هيكونوا فين؟ بيعملوا إيه؟ بيشتغلوا في مجالات مهمة؟ ناجحين فيها؟ سعداء؟ أسوية؟ احلموا. في برنامجنا يلا نتعلم هنقدم لكم أهم وأشهر البرامج التعليمية والتربوية، وكمان هنشارك معاكم بتجارب وخبرات لأولياء أمور، مدربين، أخصائيين، مديرين وأصحاب الحضانات، عشان نقدر نطور مهارات أولادنا الاجتماعية والحياتية وكمان العلمية. وخصوصا المهارات العلمية يا نهى، دلوقتي بقى في توجه عالمي للاهتمام بعلوم والتكنولوجيا، وخصوصا مع التطور السريع والمرعب في عالم التكنولوجيا. وزي ما احنا متابعين في الآونة الأخيرة، آخرها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. بس للأسف دايما يا إيمان بيبقى فيه زي سمعة سيئة كده مصاحبة لبعض المواد زي العلوم، التكنولوجيا، الرياضيات، إنها مواد صعبة وسخيفة مملة ومفيهاش أي نوع من المتعة. فإزاي نقدر إن احنا نحبب ولادنا في المجالات دي، عشان هي دلوقتي بقى عليها طلب عالي قوي في سوق العمل، وكمان نطور من مهارات زي النقد، الإبداع، الاستكشاف، لأنه هي هتخليهم رواد في المجالات دي. بالمناهج العلمية الحديثة دلوقتي، أغلب المناهج العلمية الحديثة بتكون قائمة على التعلم باللعب، التعلم عن طريق الحواس، والبعد تماما عن التلقين والحفظ المعتاد عليه في الطرق التعليمية التقليدية. ومن المناهج العلمية الحديثة دي منهج ستيم أو ستام، وهو اختصار لساينس تكنولوجي انجينيرينج ارت اند ماث، علوم تكنولوجيا هندسة فنون رياضيات. فاصل صغير وهنرجع مع ضيفتنا عشان تكلمنا عن منهج ستام او ستيم، وازاي نقدر نطبقه في البيت، في المدرسه او في الحضانه. مستنيينكم. ورجعنا من الفاصل. لو ولادكم عندهم ميول علميه، عايزين يلتحقوا بكليات للتكنولوجيا والعلوم، وعايزين يبقى لهم فرص عمل في اهم المجالات في سوق العمل، يبقى اكيد اكيد منهج ستام او ستيم هو الانسب لولادكم. ضيفتنا النهارده اللي هتكلمنا عن المنهج ده هي سجا سعيد. سجا خريجه مدارس ستام، اشتغلت كاخصائيه لتطوير الاعمال باحدى شركات النقل والشحن، وصاحبه مؤسسه لتعليم الاطفال بطريقه ستام في الحضانات والمدارس. يا اهلا يا سجا. اهلا يا نهى. اهلا بك يا سجا. كلمينا اكتر عن منهج ستيم، هو موضوعنا النهارده، فحابين نعرف اكتر عنه. ايه الفرق بينه وبين التعليم التقليدي او المناهج التعليميه التقليديه؟ اوكي، منهج ستام هو في فرقين بينه وبين المناهج التقليديه. اول حاجه ان هو بيهتم اكتر على الحاجات الحياتيه او الحاجات الملموسه اللي بيلمسها الفرد، مش بس مختصر على الاطفال، ممكن كمان لحد التعليم الجامعي في منهج ستام، وفي الماسترز والبي اتش دي وبعد كده. ده بالنسبه للمحتوى بتاعه، لكن بالنسبه لاسلوبه هو في اختلاف مميز جدا، وهو ان بيهتم اكتر ان الطفل يستكشف بالحواس بتاعته، ان هو يعرف الحاجه المعلومه بنفسه، ان هو يعمل تجربه معينه فيطلع بنتيجه، فالنتيجه دي هي اللي توصل له المعلومه، عكس المنهج التقليديه لما انا بدخل اقول له المعلومه دايركت فهو ما بيبقاش عارف طب هي دي معناها ايه، طب هي دي جت منين. لكن منهج ستام بيهتم كمان بتطوير اللايف سكيلز او المهارات الحياتيه بتاعه الطفل، سواء بقى ان هو استكشاف، التعلم، ان هو نفسه يعرف ازاي يتعلم او منين يجيب المعلومه. فده الفرق المحوري بين منهج ستام والمناهج التقليديه الموجوده في اغلب المدارس دلوقتي. بعيد عن التلقين والحفظ تماما. بعيدا عن التلقين والحفظ تماما، لان هو كمان بيعتمد على الاساليب المختلفه، زي مثلا انشطه، زي الالعاب، كمان زي التجارب، زي الحاجات الحياتيه اليوميه اللي الطفل بيجربها كل يوم في حياته اليوميه، مش بس في المدرسه او في الحضانه او في الوقت اللي انا بقعد اعلم فيه ابني فيه. طب بما انك بقى خريجه مدارس ستام وعندك مؤسسه تعليميه بتطبق المنهج ده، ايه اكتر حاجه اتغيرت فيكي على المستوى الشخصي وخصوصا المهني كمان؟ على المستوى الشخصي قبل ما ادخل ستام انا كنت شخص بيتبع التعليم التقليدي بشكل كبير جدا، هو بنحفظ بندخل امتحان بنسمع بنخرج فاكرين ان احنا كده شاطرين. لما دخلت المدرسه اكتشفت حاجات كتير قوي مختلفه، اكتشفت ان انا في مجالات ما كنتش عارفه ان انا بحبها لان انا ما جربتش استكشفها قبل كده،
وطريقه تعليمي او طريقه ان انا باخد المعلومه كمان اختلفت. بدل ما كنت انا عندي منهج بحفظه، لا انا بقيت عارفه اجيب المعلومه منين، بقيت عارفه لو انا عندي شغف في حته معينه ازاي ان انا اطورها وازاي انميها. ما بقاش بس الموضوع مقتصر على الجزء اللي انا بتعلمه في الجامعه او بتعلمه في المدرسه او بعد كده حتى. فده نما عندي فكره ان في اي توبيك جديد زي ما انت كنت بتقولي التلسكوب بتاع ناسا، فانا هدخل استكشف واعرف اكتر، رغم ان انا مش الميجر بتاعي استرونومي او مش التخصص بتاعي علم الفلك، بس ده اداني الدافع ان انا ابقى عندي شغف ان انا اعرف اي حاجه حتى لو هي مش في المجال بتاعي. ده على المستوى الشخصي. جميل جدا. هو فرق معاكي شخصيا؟ طب عايز اعرف هو فرق قد ايه مع الاطفال نفسها؟ احنا بنطبق منهج ستام في الاكاديمي عندنا بقالنا اكتر من 3 سنين، بنطبقه عن طريق كورسات، عن طريق فيلد تريبس، ان الولاد بتنزل تزور اماكن، زي مثلا بدل ما اقول لهم النهارده احنا ناخد عن الصحراء والجمل، طب ما تيجي ننزل الصحراء ونركب جمل ونشوف بياكل ايه ونشوف شكل اسنانه ايه. فمن من ضمن المواقف اللي كانت مميزه بالنسبه لنا في التعليم خلال ال3 سنين اللي فاتوا، كان في طفل بيتعلم معانا عن الاسعافات الاوليه. فطبعا كلنا الاسعافات الاوليه لازم نبقى عارفين ازاي نتصرف في حاله الطوارئ والحاجات دي كلها. فمن ضمن المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها في الاسعافات الاوليه فكره الجروح وانواع الجروح وازاي ان هو يعمل ضماده وازاي يغير على الجرح. فالطفل ده 5 سنين، لما جده عمل عمليه قلب مفتوح هو اللي كان بيغير له على الجرح بتاعه، فجده انبهر بيه ان هو انت بتغير احسن من باباك. فده فعلا اللي احنا عايزين نوصل له، يعني عايزين نوصل لاطفال بتطبق المهارات اللي هي بتاخدها وبتستفيد بيها في حياتها اليوميه بشكل احنا ما استخدمناهوش قبل كده، او احنا ما اتعلمناهوش، او ما كانش عندنا الفرصه دي. فده بيبقى الهدف بتاعنا، ان احنا بندي لهم كواليتي اديوكيشن او تعليم ذو مستوى او ذو قيمه بالظبط، ذو جوده. طيب في مواقف تانية فاكراها مع الولاد كانت حاجه فعلا شيقه جدا؟ مواقف كانت قريبه من حد كان قريب مني وهي موجوده معايا في البيت. كان في ده كمان حاجه من المنهج الجديد بتاع سنه رابعه بتاع العلوم، هم كانوا بياخدوا انواع النمل، ففي منهم النمله المستكشفه والنمله الجندي والنمل ده. فهو طبعا موسم الصيف والنمل كتير بيخرج، فهي واقفه فشافت نمله خارجه، فاحنا استغربنا انت واقفه بتبصي على النمل ليه؟ فطبيعي مش بتحب النمل. فلقيتها بتقول لوالدتها ان دي النمله دي المستكشفه، هي خارجه تدور على الاكل. وفعلا فضلنا كلنا واقفين حواليها لحد ما لقينا النمله دي فعلا طلعت دورت على الاكل، وبعد كده قالت ان هي هتنادي باقي النمل اللي موجود حواليها دلوقتي. بعد كده فعلا لقينا النمل كله بدا ان هو يطلع يبدا ان هو ياخد الاكل. بعد كده هي بدات تدبدب برجلها واحنا مش فاهمين ده ليه، فبدات تقول لنا ان هي في نمله هنا هتبدا تتحرك بشكل عشوائي قوي، النمله دي هي النمله الجندي، هي اللي بتبدا تنبههم ان هم يرجعوا تاني. فانا خدت معلومه هي اوريدي موجوده في كتاب بس حاجه صغيره، بس ازاي الطفل بعد كده لما شافها عرف ان هو نفسه يطلع التحليل بتاعها، او ان هو يطلع السبب من الظاهره اللي بتحصل حواليه. ومش بس النمل، كل الظواهر اللي حواليه، من اول حاجات بتحصل في الجو والحاجات بتحصل في الفضاء والحاجات اللي بتحصل في جسمه والحاجات اللي بتحصل في التغيرات الفيزيائيه واليوميه عنده. فكل دي الحاجات من الاثار اللي احنا شفناها في الاطفال خلال ال3 سنين اللي فاتوا الحمد لله. هايل هايل. اكيد احساس اولياء الامور طبعا كان حاجه ممتعه جدا، واشوف ابني او بنتي بيعمل كده والولاد نفسهم. هم الولاد نفسهم حتى بقى اهتماماتهم مختلفه، يعني انا كتير قوي مثلا اولياء الامور يكلموني يقولوا لي ايه احنا عايزين مكان نجيب منه تلسكوب، اصل الطفل طالب دفع عيد ميلاده. فاكيد قبل كده ما كناش بنشوف ده في طفل 5 سنين. الاهتمامات اختلفت بالظبط، بقى الطفل عايز يستكشف اكتر، بدل ما هو بقى عايز يجيب لعبه او يعمل او يعمل او يعمل، لا الطفل بقى عايز يستكشف اكتر. الاطفال نفسها في الكورسات تبدا تقول لي طب انا اجيب الميكروسكوب ده منين؟ طب انا اجيب التلسكوب منين؟ طب ايه الفرق بينهم؟ يعني انا مش فاكره اول مره ما كنت طفله سمعت عن الحاجتين دول مثلا يمكن قبل اعدادي. فلا احنا بدانا نطلع جيل هو عنده وعي وعنده ادراك بكل اللي بيحصل حواليه في العالم مش بس في مصر. اطفال لما تكبر تقدر ان هي تواكب التغير العلمي الكبير اللي بيحصل في بلاد بره، ويبقوا سبب في التقدم العلمي اللي موجود عندنا في البلد ان شاء الله. هايل جدا. طيب ساجا، انت قلت لنا ان هو ستيم تعلم عن طريق الحواس، ممكن تورينا تطبيق عملي على المنهج ده؟ وقبل الهوا كنا اتكلمنا مع بعض وقلت لي ان كنت عامله زي بروجكت مع وكاله ناسا بالتعاون مع وكاله ناسا، فحابه اعرف اكتر عن المنهج. يعني زي ما قلت لكم العلم دلوقتي بيجري بشكل كبير جدا، احنا مش قادرين نواكبه حتى لو طورنا المناهج كل سنه مش قادرين نواكبه. ففي وكالات عالميه زي مثلا وكاله ناسا لما بتيجي تعمل بروجكت جديد او مشروع جديد بتبدا ان هي تعمل له انشاء، بتبدا تعمل كورسات موجوده على الويب سايت بتاعها، الاطفال تبدا ان هي تدخل وتشوف الكورسات دي. الهدف منها ايه؟ ان الطفل لما يتخرج هو بقى اوريدي عارف كل حاجه ناسا عملتها، فيقدر فعلا ان هو يبقى رائد فضاء او يقدر ان هو يبقى عالم في وكاله ناسا. فكان من ضمن الكورسات دي كورس اسمه ميشن تو مارس، او مهمه الى كوكب المريخ. الكورس ده كان في نفس الوقت اللي ناسا طلعت فيه مركبه مستكشفه اللي هي الروفر للمريخ، ودي كانت اخر واحده بقى لها حوالي سنه ونص. فاحنا كنا الاكاديميه الوحيده اللي موجوده في مصر والشرق الاوسط اللي بالتعاون مع وكاله ناسا بتدي الكورس ده للاطفال، وادينا نفس الكورس ده لاكثر من 200 طفل هنا في مصر. وكان الكورس كله معتمد على الانشطه وعلى التجارب اللي الاطفال بتعملها بالحواس بتاعتها والاستكشاف والتنطيط واللعب. ف
فكان من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها لهم هو الملمس بتاع المريخ. طب هو الملمس ايه؟ يعني انا مثلا قلت لك ملمس صخري، ايه اللي هيجي في دماغك؟ صح، خشن مثلا. خشن مثلا. طب ما هو ممكن طفل يبقى بالنسبه له الصخر ده اللي هو الزلط، والزلط ناعم. فليه مش ناعم؟ صح. فبيبدا ان الحاجات اللي انا بقولها له على شكل كلمات بس هي فيها حواس الطفل مش بيبدا ان هو يستوعبها قوي. فبنبدا ان احنا بقى ساعتها نتجه للاكتيفيتيز. فده كان مثال من امثله الاكتيفيتيز اللي كانت عاملاها وكاله ناسا، وهدف من الاهداف عندهم ان انا بستخدم مواد كلها موجوده في البيت، مش مواد موجوده بره او مواد صعب ان انا الاقيها. فكان من ضمن المواد هو التوابل. انا عايزاه يوصل للملمس بتاع الارض بتاع المريخ. فعشان اوصل لده اول حاجه وريت له صور كتيره قوي للمريخ، وطلبت منه ان هو يجيب التوابل الموجوده عنده في البيت اللي هي تناسب لون المريخ. طبعا المريخ معروف انه كوكب الاحمر، فبدات الاطفال ان هي تعمل كومباينيشن من مثلا البابريكا، توابل الفراخ، الحاجات اللي هي فيها اللون الصخري في نفس الوقت فيها اللون الاحمر. وبدانا ان احنا نطبع لهم حاجه زي كده، دي حاجه بيضه خالص ما فيهاش اي الوان بس فيها اشكال الجبال بتاعه المريخ. وبيبدا الطفل محتاج ان هو يعمل ايه، بنطلب منه ان هو يجيب جلو، ده حاجه بسيطه جدا ومتوفره في كل حته. بنبدا ان احنا نطلب منه ان هو يلون الجزء اللي عايز يستكشف الملمس بتاعه، فهو مثلا عايز يستكشف الجزء ده فبيبدا ان هو يحط الجلو بالشكل ده. وبعد كده بيجيب التوابل اللي هي الوانها متناسبه مع كوكب المريخ، وبيبدا ياخد منها شويه ويبدا يحطها على الجلو اللي هو حاطه بالشكل ده. فبعد كده بيبدا ان هو يحركها كده. فهو عمل ايه كده؟ عمل تلوين عن طريق التوابل. ده بعد ما بينشف بيدينا الملمس ده. هطلب منكم تلمسوه. يا ريت. انا لوحدي عايزه المسه. عايزه العب. فبيبدا بقى الطفل يتكون عنده يعني ايه ملمس صخري، او يعني ايه ملمس. هل هو بقى دلوقتي مسالك تاني يعني ايه ملمس صخري، هتقولي لي ايه؟ خشن مثلا، ناعم. بس فبنبدا بقى بعد كده ان احنا نرتب حاجات كتيره قوي على ده. اقول له طب هو لو الروفر جه ينزل هنا هل هيغرس مثلا؟ فيقولي لا. فاقول له ده من اماكن اللي هم لازم يختاروها، ان المكان ده ما يبقاش فيه ارض صينيه عشان الروفر ما ينزلش يغرس او يحصل له حاجه. بعد كده اقدر اقول له طب هي دي حاجه سهله ان احنا نستكشفها؟ يقول لي لا. اقول له طب ما المعدات اللي احنا محتاجين نحطها في الروفر ان احنا نحط حاجه تحفر في الارض عشان تجيب لنا الصخور اللي جوه. كده بنبدا طب احنا كده شايفين اللي فوق، طب هي شكل الصخور اللي تحت عامله ازاي؟ كل الحاجات دي طبعا الطفل هو بقى اللي بيبقى عنده فضول ان هو يعرفها اكتر. من نشاط صغير بدا يستخدم فيه الحواس بتاعته، بدا ان هو عنده فضول يعرف اكتر عن الموضوع ده وعن الكوكب ده وعن ايه ده مختلف ازاي عن الارض بتاعتنا. وبالفعل اطفال بعد ما عملوا الانشطه دي نزلوا تحت الجاردن وبداوا ان هم يحركوا الطينه اللي بايديهم او الصخور ويشوفوا يا ترى هو انهي جزء عندنا في الارض شبه المريخ. حيل قوي قوي. يعني بيتهيألي الطفل فعلا لو اتعلم عن طريق الحواس بالشكل ده، الاطفال اللي بتنسى، الاطفال اللي عندها تشتت انتباه، اكيد هو هيركز يعني احسن من الحفظ والتلقين. وان انا اقول له فعلا زي ما انت قلتي المريخ ملمس صخري او ان هو عباره عن صخور، فمش هتوصله الفكره زي ما هيطبق التجربه بنفسه، حاجه عمليه، حاجه بيلمسها، حاجه بيعملها بايديه. فطبعا اكيد المعلومه بتوصل اسهل ولعب. يعني هم الاطفال يعتبر بيلعبوا يعني، فشيء جميل جدا جدا. يعني انا عماله افكر اصلا ازاي ممكن تكون العمليه التعليميه ممتعه بالشكل ده، ازاي ممكن المعلومه توصل بشكل سلس وانسيابي وسهل، مش لازم بعيد تماما عن الحفظ والتلقين عكس ما كلنا طبعا شيء ممتع التعليم يعني وعكس ما كان معروف ان هو التعليم الكويس غالي. بالظبط. الادوات اللي احنا استخدمناها دي كلها عندنا في البيت يعني توابل وورقه بس. فبالعكس لا، انا بستخدم الموارد المتاحه عندي عشان اوصل للطفل افضل تجربه يقدر الطفل يطلع بيها. هي احنا عندنا مداخله دلوقتي. الو، الخط قطع. اوكي الخط قطع، ممكن ناخد مكالمه تانية. طب لحد ما المكالمه التانية تيجي كنت عايزه اعرف حته الكورسات بتاعت ناسا برضو، عايزه اعرف عنها اكتر. يعني اي حد ممكن يروح يشترك؟ الموضوع سهل على الويب سايت؟ هو الموضوع موجود على الويب سايت بالنسبه للبيرنت او الجايد اللي هو التيتشر الموجود. أوكي. الاول بيبدا ان هو يقدم، بعد كده بياخد ابروفل من وكاله ناسا ان هو ليه سماحيه ان هو يدي الكورس ده موجود في مصر. بعد كده بيبدا بقى ان هو يجهز الماتيريال نفسها عشان يديها للاطفال. طبعا احنا عارفين ان وكاله ناسا بتخاطب اطفال كلهم بيتعلموا بالاسلوب ده من الصغر، لكن احنا عندنا لا. أوكي. فاحنا عدلنا المحتوى بتاع وكاله ناسا ان هو كمان يتناسب معانا، بلس ان طبعا المحتوى بتاعهم كله بالانجلش، فمش شرط ان يبقى كل الاطفال عندها درايه كامله بالانجلش او هم فلوينت، فاحنا كمان عملنا منه الجزء العربي. ووقت الكورس ده كان وقت كوفيد، فاحنا حتى ما خليناش فكره ان مش هينفع ننزل دي ازمه بالنسبه لنا. احنا عملنا الكورس ده كان اونلاين، كنا بنشحن الولاد الخامات دي للبيت
ولحد البيت هناك كان الطفل كل طفل بيشتغل من البيت عنده بالخامات دي. وطبعا بتشوفه بقى في الاونلاين الطفل هو 5 6 سنين مثلا وحواليه 3 اخواته او 2 اخواته وسنتين 3 اللي هو بيبداوا برده هم يستكشفوا بنفس المنظر ده، بيبداوا يشوفوا اخواتهم بيستكشفوا ازاي. فلا المسافه هي كانت عائق ولا الخامات كانت عائق ولا اي حاجه، بالعكس كل الموارد موجوده بالظبط عشان الطفل يتعلم. بس احنا نسعى للطريقه الصح او ندور ايه المنهج اللي فعلا يناسب الطفل عندي، ايه الاسلوب اللي الطفل يبقى متقبله مني. هو انا بشوف الطريقه يعني الحاجه او الدرس او المعلومه حتى تقدم ازاي، الكيفيه نفسها بالظبط. وكمان زي ما قلت الادوات كلها ممكن تكون من البيت، يعني بالزبط. اي ام واب ممكن يشتروا حاجه. الشيء اللي لفت نظري ان هي توابل وجلو ورق، يعني في رسمه فحاجه سهله وامكانيات بسيطه، يعني فعلا ان هي مش محتاجه تكلفه عاليه او مواد تكلفتها عاليه، فده شيء مميز. يعني التجربه نفسها مش بس هدفها البعد العلمي بتاعها، يعني انا لما وري الطفل لون وبيروح ان هو يجيب الالوان دي من المطبخ مثلا فبيبدا يكون عنده الذاكره البصريه او بيبدا يكون عنده ذكاء فني ان هو بيبدا ان هو يجمع الالوان عشان يوصل للدرجه اللي هي شافها بتاعه المريخ. فبيبدا بعد كده ان هو لما يشوفها في المطبخ تاني مش هيشوفها مجرد توابل، هيبدا يركز في درجات الالوان او تدرجات الالوان بتاعتها. ودي حاجه بتبقى مدموجه في نظام ستام بشكل كبير قوي، ان هو بيضيف الذكاء الحركي وبيضيف الذكاء الفني وبيضيف كذا انواع من الذكاءات مع الطفل وهو بيتعلم، مش بس المعلومه العلميه اللي هو عايز يوصلها له. بنلاقي الهدف وصل لهدف تاني ابعد من اللي احنا كنا عايزينه. بالظبط. انا لما كنت في المدرسه في ستام كان الهدف علوم، بس احنا كان في من ضمن الحاجات الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز او الانشطه اللي هي موجوده حوالين المدرسه الجزء اللي هو فيه تطوع وفيه خدمه المجتمع وفيه رياده الاعمال. فانا منها اكتشفت برضه ان انا بحب مجال البيزنس ورياده الاعمال، فبدات ان انا من ستم ان انا اخد شغفي بالعلوم وشغفي برياده الاعمال وان احنا طب نعمل بيزنس ونعلم الاطفال وننزل مدارس وي. فده برضه بيفتح له مدارك كتيره قوي، مش بس الاساليب العلميه، بالعكس في مدارك كتير جدا الطفل مش بيبقى شايفها بس توصل له افضل باسلوب ستام. هي معانا مداخله دلوقتي. الو الو. ايوه. ايه البرنامج التحفه ده؟ انا بس شايفاها دلوقتي بس حلقه جامده. اهلا بيكي. اهلا. انا كنت بس حابه اسال، هو التعليم ده بيبتدي من سنه كام؟ انا لسه ما اتجوزتش يعني، بس بس عشان بنات اختي. هايل. اوكي. هو التعليم باسلوب ستام احنا بنستخدمه للاطفال من 3 سنين، بس ممكن نستخدمه للاطفال كمان من قبل كده بكتير عن طريق حاجات اسمها السنسوري اكتيفيتي او الانشطه الحسيه اللي الطفل بيبدا ان هو يستخدم فيها الحواس بتاعته. زي ايه مثلا؟ زي ان الطفل بيلعب في الميه، طب ما النهارده الميه دي اجيب له فيها الحيوانات بتاعه البيئه دي، فببدا ان انا ادخله المداخل بتاعه البيئه من غير ما اقول له ان دي ميه. الطفل بيحب يلعب في الرمله، نجيب له حاجه فيها رمله ونجيب له حيوانات الصحراء، نجيب له النباتات بتاعه الصحراء. فانا ممكن ابدا ادخل للطفل معاليم او حاجات مصطلحات علميه من اقل من 6 شهور من غير ما ابقى بدخلها له بشكل دايركت، بس انا بخليه يكون صوره عن المحيط او عن الطبيعه اللي موجوده حواليه بشكل غير مباشر. هسألك سؤال اخير كده، هل الاهالي كانت متقبله الفكر الجديد ده؟ في البدايه كان فيه وكان فيه، يعني طبيعي في الاول انا شفت الاهالي اللي هو بعد ما الطفل يخرج في الكورس تقول لي ايوه هو ايه المصطلحات اللي واخدها بقى؟ ايه الحاجات؟ ايوه هنحفظ ايه بقى في الكراسه؟ وكان في اهالي تاني لا، هي عشان لمست ان هي ده فقدته وهي صغيره فبدات تحس ان هو لا انا محتاجاه. بس طبعا مع الوقت الاهالي بيبقى عندها وعي اكبر، لما الاهالي بتشوف صحاب اولادها بيعرفوا يعملوا كده، لما الاهالي بتشوف الطفل نفسه هو اللي بيروح يعرف يغير على الجرح لجده وبيعرف يستكشف حاجات مختلفه، هي نفسها بيبقى عندها دافع ان هي تعلمه اكتر واكتر. شكرا يا ساشا جدا على وجودك معانا. شكرا. ميرسي جدا ليك. خلصت حلقتنا، بس لسه مشوارنا ورحلتنا في اكتشاف اهم واشهر الاساليب والمفاهيم والبرامج التعليميه والتربويه. نشوفكم على خير. نشوفكم على خير.